تحية طيبة نهديها لكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان عبر قناة كويت سبورت من تلفزيون دولة الكويت، ويسعدنا أن نكون معكم في حلقة جديدة من برنامج ما بين السطور لتسليط الأضواء على جديد الصحافة الرياضية لهذا اليوم، سواء المحلية أو العربية أو العالمية. وقبل الدخول في صفحاتنا المحلية، دعونا نتوقف قليلا مع أبرز العناوين. نبدأ مع الراي التي عنونت: الكويت يتعادل مع القادسية ويحافظ على صدارة دوري فيفا. وفي الأنباء: يعقوب، صدارة الصليبخات تزيد من تركيزنا. وفي الجريدة: يد الأخضر تتعاقد مع 3 محترفين. نبدأ جولتنا المحلية مع أبرز ما طلعتنا به صحيفة الراي: الكويت يتعادل مع القادسية ويحافظ على صدارة دوري فيفا. تعادل نادي الكويت مع نادي القادسية بهدف لكل منهما في الجولة الرابعة من دوري فيفا لكرة القدم، ليواصل الأبيض الصدارة برصيد 20 نقاط، بينما أصبح رصيد الأصفر 8 نقاط. سجل هدف القادسية المحترف لوكاس غاوتشو، وسجل هدف التعادل للكويت المحترف سيسوكو. وشهدت المباراة مهرجان اعتزال لاعب القادسية عبد الرحمن موسى. ونفتح صحيفتنا الثانية وهي الأنباء، ونقرأ من خلالها: يعقوب، صدارة الصليبخات تزيد من تركيزنا. قال مدرب فريق الكرة بنادي الصليبخات أنور يعقوب أن الحصول على صدارة ترتيب دوري فيفا للدرجة الأولى بعد الفوز على بورغان يعد أمرا إيجابيا، ولكن هذا لن يعيقنا عن التركيز على المباريات المقبلة، كون المنافسة ستكون شرسة وربما لن تحسم إلا في الجولة الأخيرة من عمر المسابقة. نواصل صحفنا المحلية ونقرأ أهم ما كتب في جريدة الجريدة، حيث جاء فيها: يد الأخضر تتعاقد مع 3 محترفين. حصل النادي العربي على خدمات 3 محترفين أجانب، وعاد تسجيل لاعبه السابق المصري محمد مجدي، وذلك لدعم صفوف فريق كرة اليد استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية 22 للأندية أبطال الدوري. المزمع أن تستضيف مدينة سامشوك بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 7 إلى 17 من نوفمبر المقبل. وبعد الانتهاء من جولتنا المحلية لهذا اليوم، نذهب لفاصل قبل البدء باستطلاع الصحف العربية ومع أبرز العناوين. ونبدأ مع الراية القطرية: القمة للريان بالمدرجات والميدان. وفي الجزيرة السعودية: النصر يتنفس السعداء بعودة حمد الله. وفي الأيام البحرينية: أحمر اليد عينه على التأهل التاريخي للأولمبياد العالمية. أولى صحفنا العربية ستكون الراية القطرية التي جاء فيها: القمة للريان بالمدرجات والميدان. عاد الريان ليعتلي الصدارة بشكل مؤقت من جديد بعد أن نجح في حسم القمة الجماهيرية لمصلحته بتغلبه على العربي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 8 من دوري نجوم Q&B لكرة القدم. وقدم الفريقان عرضا ممتعا ومثيرا على مدى الشوطين بحضور أكثر من 10,000 متفرج. صحيفتنا الثانية ستكون الجزيرة السعودية التي عنونت: النصر يتنفس السعداء بعودة حمد الله. تنفس النصراويون السعداء أمس بمشاركة هداف الفريق عبد الرزاق حمد الله في الحصة التدريبية قبل الأخيرة استعدادا للقاء الديربي غدا أمام الهلال ضمن الجولة 8 من مسابقة الدوري.
وكان خروج حمد الله من المناورة أمس الأول وتوجهه مباشر إلى العيادة الطبية قد حبس الأنفاس خشية تعرضه للإصابة. ثالث صحفنا العربية ستكون الأيام البحرينية التي جاء فيها أحمر اليد عينه على التأهل التاريخي للأولمبياد العالمية. يضع رجال المنتخب البحريني لكرة اليد نصب عينهم تحقيق هدف التأهل التاريخي لدورة الألعاب العالمية الأولمبياد عندما يواجهون نظيرهم المنتخب الكوري الجنوبي اليوم بالمباراة النهائية للتصفيات الآسيوية المقامة بقطر، والتي تعطي صاحب المركز الأول بطاقة العبور المباشر إلى أولمبياد طوكيو 2020، في حين يتأهل صاحب المركز الثاني لخوض ملحق عالمي آخر. صحفنا المحلية والعربية لهذا اليوم انتهت، فاصل ومن ثم نواصل مع الصحف العالمية وأبرز العناوين. نبدأ مع ديليستار. ليستر يكتب التاريخ في البريمير ليج. وفي التليغراف، لامبارد ستكون معركة بدنية ضد بيرنلي. وفي ماركا، غياب ثلاثي الأتلتي أمام بلباو. وفي الكورييري، كونتي تنتظرنا مواجهة قوية. وفي الليكيب، سان جيرمان يوقف مفاوضاته مع البرازيلي. حياكم الله، وقبل أن نستهل جولتنا العالمية أرحب بضيفي المتواجد معي داخل استديو الزميل والناقد الرياضي والإعلامي ناصر الفضلي. حياك الله أبو علي، سعيد بتواجدك معي في برنامج ما بين السطور، وأكيد الحديث عن الصحافة العالمية. وأنا أسعد وشكرا جزيلا لك أخوي معاذ على الكادر العامل على البرنامج. حياك الله، إن شاء الله نستمتع معك من خلال طبعا الصحافة العالمية، ونستهل جولتنا العالمية من ديليستار التي عنونت ليستر يكتب التاريخ في البريمير ليج. حقق ليستر سيتي رقما قياسيا تاريخيا بعد فوزه الكاسح على مضيفه ساوثهامبتون بتسعة أهداف قبل شيء في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وأصبح ليستر صاحب أعلى فوز خارج الملعب في تاريخ المسابقة، محطما الرقم السابق المسجل باسم مانشستر يونايتد الذي فاز على مضيفه نوتنغهام فورست بثمانية أهداف مقابل هدف في فبراير 1999. وحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، فإن ليستر سيتي بات ثاني فريق في تاريخ البريمير ليج يحرز خمسة أهداف خارج ملعبه في الشوط الأول بعد مان سيتي خلال مواجهته مع بيرلي عام 2010. يعني صراحة نتيجة قاسية، تسعة صفر فوز طبعا ليستر سيتي على ساوثهامبتون، يعني نتائج كبيرة شاهدها أيضا في البريمير ليج، شاهدنا 7-0، شاهد 9-0، يعني النتائج قوية ونتائج كبيرة. لكن نتحدث عن هذه النتيجة وما هي أسباب السقوط الكبير لساوثهامبتون بهذه النتيجة التاريخية. والله شوف، بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بالبداية نتيجة 8-0 أنا أعتقد أن السيتي كان حقق نتيجة أمام واتفورد. نعم. في ملعب الاتحاد كانت، ما كانت في. نعم. ملعب المنافس. نعم. لا نتكلم عن النتائج الكبيرة صراحة. طبعا إيه، هذه لافتة يعني. نعم. أيضا في التاريخ البريمير ليج يعني لما 131 سنة، يعني هذه يعني نقدر نقول عنها تراث يعني. نعم. الدوري الإنجليزي دوري قديم ودوري وعريق يعني. أيضا مانشستر يونايتد حقق نفس النتيجة في موسم 95-96 أمام بسويتش تاون. نعم. توتنهام حقق على ريدينغ أتوقع 8-1 كانت في 9-1 كانت في وايت هارت لين في ملعب توتنهام، لكن هذه النتيجة في ملعب ساوثهامبتون. أنا أعتقد أن فريق الفريق اللي تفوق على أمس على ساوثهامبتون. نعم. اللي هو بطل حامل لقب البريمير ليج. نعم. موسم 2016-2017 يعني مع المدرب روجرز، انا اعتقد انه قاعد يقدم مستويات ممتازه. نعم.
لفت النظر انه في رصيده 20 نقطه ودخل في المركز الثاني مؤقتا امام مانشستر سيتي بفارق 5 نقاط امام ليفربول. صراحه يعني هو تقمص شخصيه مانشستر يونايتد او تشيلسي او ارسنال، فهذا الفريق صراحه نعم. يعني ذكرنا في بطوله اللي حققها، وهو نتيجه كانت تاريخيه. طبعا فاردي سجل هاتريك وكذلك هاتريك نعم. ثاني للاعب بيريز. فريق اللي قاعد يقدم مستويات ممتازه مع المدرب روجرز. نعم، يمكن انت ذكرت المدرب الفريق روجرز، وهو قادم من سيلتيك الاسكتلندي الى ليستر سيتي. مع سيلتيك حقق بطولات وانجازات. طبعا حقق الدوري هنا. نعم. صحيح. بما انك ذكرت طبعا روجرز، تقييمك لادائه خلال يعني من بدايه الموسم وحتى الان والنتائج التي حققها؟ طبعا روجرز كان غابغه وسنه وادنى من تحقيق البريمير ليج مع ليفربول، يعني لولا الخطا الغاتل لجيرارد امام تشيلسي. نعم. نتائجه مع سلتك كانت جدا ممتازه، حقق اعتقد اكثر من لقبين دوري مع سلتك. الان مع فريق الحالي قاعد يقدم نتائج ايضا ممتازه، ودش في ثاني ترتيب مؤقتا. طبعا اليوم نعم. مانشستر سيتي راح يلعب مع استون فيلا، باستثناء مع مانشستر يونايتد انا اعتقد ما اخذ الفتره الكافيه اللي يقود فيها مانشستر يونايتد وتمت اغاثته. لذلك انا دائما اكد على ان المدرب يجب ان يحظى بفرصه كافيه في نعم. الفترة الزمنية، موسم وليش لا موسمين، بعدين يبدأ الحكم عليه. طبعا كل مدرب معرض انه يرتكب اخطاء. صحيح. لكن الإدارة لازم تكون واعية وتصبر على المدرب حتى يحقق نتائج. هذا اللي شفناه مع روجرز في الموسم الحالي. نعم، عموما هي صراحة نتيجة تاريخية اكيد لليستر سيتي خارج ملعبه، واكيد يعني نتيجة كبيرة صراحة، 9-0 على ساوثهامبتون. عموما ننتقل الى الخبر الثاني، واشارت صحيفة تيليغراف الى لامبارد ستكون معركة بدنية ضد بيرنلي. يواجه تشيلسي مضيفه بيرنلي اليوم ضمن مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي. وقال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي سيغيب عن المباراة لوفتيس تشيك ورودريغز وكانتي وكريستينسن، إضافة إلى باركلي. وعن مواجهة بيرنلي قال هو واحد من الملاعب الصعبة، يملكون أسلوب لاعب قوي للغاية، بإمكانهم التسبب في مشاكل عديدة لنا. وتابع علينا احترام كل الفرق التي نواجهها، ستكون معركة بدنية. بيرنلي فريق جيد، فقد شاهدت العديد من المباريات لهم ومن الصعب دائما مواجهتهم. يعني هذا تصريح لامبارد مدرب تشيلسي مباراة اليوم أمام أو مباراته في هذه الجولة أمام بيرنلي. لكن ما هي أبرز النقاط في تصريح المدرب لامبارد؟ والله أنا لفت نظري صراحة هو في تصريح ثاني للامبارد ذكر فيه أن يجب التركيز ومراقبة ثنائي هجوم بيرنلي اللي هما وودز وبارنز، يعني اللي سجلوا 8 أهداف من أصل 12 سجلها الفريق في المباريات السبعة الماضية. فأعتقد أن في مقابل أن هذا يقابل شنو، أن تشيلسي عنده نقص في كريستنسن وروديغر الألماني، قلبين دفاع مصابين. أعتقد أن توموراي ممكن يدش مع زوما عنده مشكلة في يعني مو المدافع المتمكن. غالبين الدفاع يواجههم مهاجمين قويين، لذلك كان تصريح المدرب انه يجب التركيز على ثنائي خطير في فريق بيرنلي. طبعا فريق بيرنلي ممتاز في عمليه على ملعب المور، راح تكون مباراه صعبه على تشيلسي. الفريق المنافس فريق قوي صلب تمركز، يلعب بقوه، اندفاع بدني رهيب، منظم داخل الملعب، يلعب 4-4-2 باحترافيه. تشيلسي قادم من انتصار معنوي على اياكس، لكن حذاري من هذا الانتصار، لان احنا تابعنا مثلا ريال مدريد كان خسر مع باريس سان جيرمان، رد تغلب على اشبيليا، خسر امام ملقا، راح تغلب على غلطة سراي. فانت الانتصار خصوصا انه جاء بعد يعني 4 نتائج ايجابيه لتشيلسي في الجولات التسعة الماضية من البريمير ليج، وضعتها في رابع الترتيب ب 17 نقطة وبفارق 5 نقاط أمام، طبعا في المركز الرابع بفارق 5 نقاط أمام بيرنلي صاحب المركز الثامن. نعم، طبعا الحديث أكيد راح يكون عن لامبارد. لامبارد يعني البعض يعني توقع عدم نجاحه مع تشيلسي، لكن في النهاية كيف شاهدت البلوز من خلال الفترة السابقة مع تشيلسي؟ اليوم احنا نتكلم عن الجولة العاشرة في الدوري الإنجليزي. تشيلسي اول لعبه خسر مع نعم. مانشستر يونايتد برباعيه نظيفه، لكن هو يعني واضح ان اداره تشيلسي مضطره انها تستمر مع المدرب لامبارد. نعم. وراح تعطيه فرصه اعتقد لنهايه الموسم، بعدين يبدا تقييم المدرب. انا اتصور ان لامبارد يصير في الطريق الصحيح مع البلوز. صراحه الفريق قاعد يقدم بالاربع خمس مباريات الاخيره
مستويات جيدة جدا. النتائج كانت أمام أتصور نيوكاسل في المباراة الأخيرة بهدف تغلب، وعلى أياكس بهدف تغلب. أعتقد ماركوس ألونسو، دخول ماركوس ألونسو في الخط الخلفي كظهير شمال مع أزبيليكويتا كظهير يمين، ماركوس ألونسو أكثر خبرة من إمرسون الإيطالي من أصول برازيلية، متمكن أكثر، وحتى في عملية التهديف لاعب مسجل الأهداف، وأنا أعتقد هو اللي خلق توازن شوية في الدفاع. وفريق تشيلسي يملك عناصر واعدة قدمها لومبارد اللي هو مونت وإبراهام، كذلك وجود ويليان، أيضا جورجينو البرازيلي، لاعبين ممتازين برغم غياب كانتي وباركلي. أنا أعتقد المباراة تكون صعبة على تشيلسي، لكن ممكن احتمال كبير أنه يعدي أيضا برلي اليوم. لا عموما مباراة صعبة يعني. العين مباراة صعبة، أكيد هي مباراة صعبة. وننتقل أكيد طبعا خبرنا الثالث، وجاء في عنوان صحيفة ماركا غياب ثلاثي الأتلتي أمام بلباو. استدعى دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد 18 لاعبا لقائمة الفريق استعدادا لمواجهة أتلتيكو بلباو اليوم السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني. وقاب عن القائمة كل من المدافع خيمينيز بسبب إصابة عضلية، وستيفان سافيتش الذي سيغيب للمباراة الثالثة على التوالي بسبب إصابة عضلية أيضا. كما خرج من القائمة المهاجم البرتغالي جواو فيليكس الذي أصيب بالتواء في الكاحل الأيمن ليغيب بذلك لثاني مباراة على التوالي. الحديث أكيد عن الليغا الإسبانية، وأكيد اليوم يعني عن الحديث عن أتلتيكو مدريد بعد مرور عدة جولات في الليغا، ما هو انطباعك عن هذا الفريق؟ والله يعني شوف، يعني بالنسبة للعبة أتلتيكو مدريد أمام بلباو الليلة، أنا أعتقد حال أتلتيكو مدريد لا يختلف كثيرا عن تشيلسي. يعني هو غادم من فوز على باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا بالمجموعة دوري المجموعات في نفس الملعب مترو بوليتانو، هدف موراتا، هدف بالدقيقة 73. هذا أنا أعتقد أن نفس الحال أيضا غيابات قلبين دفاع في تشيلسي، غيابات قلبين دفاع في أتلتيكو مدريد. الأتلتيكو أنا أشوف الموسم هذا واضح أن الفريق ممتاز في حالة دفاعية، لكن في يواجه مشاكل في الشق الهجومي. ممكن خروج غريزمان، احنا ذكرنا في اكثر من مناسبه ان غريزمان طبعا لاعب ممتاز، هو اللي كان المفصل في ان فقد الفريق في صناعه الاهداف او تسجيل الاهداف. انا اعتقد الارجنتيني كوريا مو بوزن غريزمان، وجود موراتا ممتاز كبديل، كوستا ايضا مهاجم ممتاز، جواو فيليكس لاعب متعور اليوم ما راح يشارك في المباراه، في عندك كوكي ممكن يلعب وسط رغم الصافرات الاستهجان اللي تعرض لها في اللعبه الاخيره، وجود ساول مينغيز، اللاعب الغاني توماس قاعد يقدم مستويات جدا ممتازه. انا اعتقد ان قلبين الدفاع اليوم في مشكله، ممكن تريبر يلعب على اليمين الانجليزي، على الشمال رودلي اللي هو البرازيلي، في القلبين فيليبي، وممكن مونتيرو يدش ثاني مع فيليبي في محور الدفاع. نعم، توقعتك لهذه المواجهه اليوم بين اتلتيكو مدريد واتلتيكو بلباو؟ يعني صعبه، يعني صعبه. نعم. بس اذا بيفوز اتلتيكو يفوز بهدف، يعني حتى الأتلتيكو سجل 8 أهداف من 9 مباريات، والهدف الأخير مع فالنسيا كان من ركلة جزاء سجل منها كوستا، وتعادل فالنسيا في الدقائق الأخيرة. فأعتقد الأتلتيكو ما راح تسجل أهداف كثيرة، ممكن هدف واحد لأتلتيكو. نعم، عموما هي أكيد مباراة صعبة بعد، ما هي مباراة أكيد يعني مباريات صراحة، الحين النتائج صعبة مو بسهولة. بدأت يعني الفرق، يعني أنا نتكلم على علشان كذي أنا قلت إنه هدف واحد. نعم، عموما نتمنى أكيد نشاهد مباراة ممتعة بين أتلتيكو مدريد وأتلتيكو بلباو. وأبرزت صحيفة الكورييري كونتي تنتظرنا مواجهة قوية. أشاد أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان بالمدافع دي فري مشددا على أنه يشبه ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس، ويستعد الإنتر لمواجهة بارما اليوم في الجولة 9 من الدوري الإيطالي. وقال كونتي: مدافعو فريقي يجب أن يكونوا هم أول من يعتمد عليهم حتى جودين صنع هدفا خلال مباراة أودينيزي. وختم: نحن مستعدون لخوض معركة أمام بارما، وسنكون مستعدين للمباراة كما هو الحال في دوري أبطال أوروبا، مع العلم أنها ستكون مباراة صعبة. كونتي، ويعني تصريحه، تعقيبك على ما ذكره المدرب كونتي؟ طبعا المدرب أكيد وجه رسالة للاعبين أن لا تستهزئون في فريق بارما، بالرغم ان الانتر تغلب على يسير في الطريق الصحيح، وتغلب على ساسولو في الجوله الماضيه باربع اهداف لثلاثه بعد ما كان متقدم باربعه لهدف. فالمدرب قد يكون استشعر انك حظ في تهاون من اللاعبين باعتبار اطمئنانهم للنتيجه. نعم. فوجه هذه الرساله انه
ان اليوم يعني ما في تهاون مع فريق بارما. نقاط ثلاثه مهمه حتى يواصل مطارده يوفنتوس اللي متصدر ب 22 نقطه. اعتقد ان فوز الانتر سيضع مؤقتا فارق نقطتين امام اليوفي، اليوفي راح يلعب اليوم ايضا. فالانتر قاعد حتى قادم من فوز معنوي على دورتموند الالماني، وهذا الفوز اعتقد احيا حظوظ الفريق. نعم. بعد ان كان تعادل في اول لعبه مع فريق بلغراد الكرواتي فالتشيكي عفوا. فاتوقع ان المباراه راح تكون في المتناول، لكن الانتر ما راح ما راح يستهين، والسبب تصريح المدرب كونتي، مدرب عريق، مدرب صاحب خبره ومن افضل المدربين في العالم حاليا. نعم طبعا يعني مع كونتي الانتر جلب لاعبين كثر يعني نجوم للفريق، لكن برايك هل الانتر قادر على مجارات اليوفي؟ شوف هو مبدئيا يعني خلال الجولات الماضيه. نعم. العشره انا اعتقد ان الانتر ولعب ضد اليوفي ايضا بالعكس ممتاز الانتر. صحيح هو خسر من اليوفي في ملعب الانتر، لكن انا اعتقد انه ما راح يكون صيد سهل. الانتر راح يكون منافس قوي على لقب الكالتشيو. نعم. ومرشح بشكل كبير انه يجرد اليوفي من لقبه اللي حققه في الثمان مواسم الماضيه. على طاري التعاقدات اخوي معاذ، اليوم في كلام انه طبعا راكيتيتش ممكن الانتر بانتقالات شتويه، وكذلك ايضا ماتيتش الصربي لاعب مانشستر يونايتد، خصوصا ان هذا اللاعب كان مع كونتي لما كان يتولى فريق تشيلسي الانجليزي. وايضا في لاعب كاستروفيلي لاعب فيرونتينا من العناصر الشابه اللي كونتي يرغب فيه. هذا يطمح الانتر للتدعيم للفريق للافضل طبعا. نعم. مهما شوف الشغل المحترفين المدربين الصحيح. نعم. السليم ان ليش احنا نقول دائما تعطي المدرب موسم، لان المدرب لما يعمل مع لاعبين 23 لاعب الموسم الحالي يحتاج الى تدعيم افضل، يعني يكون. نعم. عنده عناصر ممتازه ويضيف لاعبين يضيفون اسهامات كبيره للفريق سواء بالمراكز الثلاثه الدفاع والوسط والهجوم. نعم ايضا سلطت صحيفه لكيب الضوء على سان جيرمان يوقف مفاوضاته مع البرازيلي. اوقف باريس سان جيرمان مفاوضاته للتجديد مع نجمه البرازيلي نيمار. وذكرت الصحف الفرنسية أن الطرفين يتفاوضان على تجديد التعاقد بينهما منذ عدة أسابيع، ولكن لم يتوصلا لاتفاق حيث يستغرق الجانب الباريسي وقتا لتقييم الوضع، وينتهي عقد نيمار في صيف 2022. ومع ذلك فإن إدارة سان جيرمان ما زالت حذرة بشأن تجديد عقد اللاعب بسبب إصاباته المتكررة وغيابه لفترات طويلة. يعني نيمار وباريس سان جيرمان قبل بداية الموسم في الصيف، يعني نيمار يحاول أن ينتقل من باريس سان جيرمان، باريس سان جيرمان عرض نيمار على برشلونة يعني أن هناك يصير في انتقال. الآن نشاهد في تجديد للتعاقد ما بين الطرفين، وإلى الآن الأمور لا تسير بالشكل الصحيح، لكن ما مدى صحة هذا الخبر الخاص بنيمار من وجهة نظرك؟ أنا أميل باتجاه أن هذا الخبر صحيح. ليش؟ أن باريس سان جيرمان لا يرغب بالتفريط بنيمار. نعم. وهذا كان واضح في عملية المفاوضات مع برشلونة، ورفض أن يفرط برشلونة ووضع سعر خيالي، وحتى في أنباء ترددت عن أن طالب بلاعبين من أساسيين في برشلونة، وهذا سبب مشكلة صراحة نيمار. أنا أعتقد أن خطأ الكبير كان خروجه من برشلونة. نيمار كان يعني يطمح للكرة الذهبية، الآن هو مستبعد من الثلاث قائمة 30 لاعب لفرانس فوتبول. نعم. الأسباب اللي أدت إلى استبعاد نيمار منها يعني دخوله في مشادة مع أحد الجماهير في نهائي كأس فرنسا أمام رين، احتجاجه الغير مقبول على طاقم التحكيم في لعبة إياب أمام مانشستر يونايتد في دور ثمن النهائي، كثرت إصاباته اللي تعرض لها وخصوصا في بطولة كوبا أمريكا. نعم. الأخيرة بالبرازيل وأدت إلى استبعاده. أيضا القضية المشهورة اللي كانت على اللاعب في البرازيل. نعم. فهذه كلها قللت من أسهم اللاعب في نديش ضمن الثلاثين لاعب، مع أني أنا أعتقد أن إمكانيات ومهارات نيمار يأتي ثانيا بعد ميسي. نعم. كإمكانيات ومهارات كإمكانيات، لكن أين ترى وجهة البرازيل في حال لم يتم التجديد وفي حال خروجه من باريس؟ طبعا هو في يعني في لوبرسيون، صحيفه لوبرسيون الفرنسيه ذكرت ان في ماده في القوانين فيه انتقالات اللاعبين المحترفين ان بعد 3 سنوات يحق للاعب انه ينتقل، لان هذه اخر مقابل قد يكلف عقد نيمار 60 مليون يورو بدلا من الارقام الباهظه اللي. نعم. قاعد يطالب فيها باريس سان جيرمان او حتى ولي امر اللاعب نفسه، والد اللاعب يعني. واليوناردو هو اللي وقف المفاوضات مع والد اللاعب بسبب ان توجس يعني اللاعب. لاحظ اخوي معاذ نيمار في المراحل الاخيره مع باريس سان جيرمان هو اللي يكون حاسم واللي يسجل اهداف،
يعني لاعب يحسم للفريق. نعم. هذه إيجابية للاعب، أنت ما تقدر تفرط فيه كمجدارك أو كجهاز صحيح. إداري، لكن كثرة الإصابات اللي تعرض لاعب والتي تعادل تقريبا 50% من مشاركاته مع الفريق في المباريات، يعني نص المباريات تقريبا هو قاعد متعور ما قاعد يلعب، هذه خلى الفريق الإدارة في حيرة من أمر اللاعب. بس لكن أتوقع أن نيمار راح يكمل مع باريس سان جيرمان عقده، يعني 2022، يعني تو الناس على أنه يمشي أو يضل. يبدو أن مسلسل نيمار مطول معنا، راح يطول انتقالات ولا بقاء موسى ولا يعني. عموما يعني احنا وصلنا للختام، اشكر ضيفي المتواجد معي داخل الاستديو الناقد الرياضي والاعلامي الزميل ناصر فضلي، شكرا لك على تواجدك دائما اضافه في اي برنامج. شكرا يا اخي خالد، ما قصرت، شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم مشاهدينا لحسن المتابعه، الى اللقاء.